النهارده موضوعنا عن جرائم الشكوى. ما هي جرائم الشكوى؟ تمام، يعني ايه الاول شكوى؟ ناخدها عشان نوضح للناس. الشكوى الاصل في القانون ايه؟ ان اي جريمه اللي بتحركها النيابه العامه هي 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 المسؤوله عن اي جريمه تحصل. يعني وكيل النيابه، تمام، النائب العام بكل رجاله وكلاء النائب العام هم المسؤولين عن تحريك الدعوه الجنائيه. اي جريمه تقع في مصر لازم النيابه العامه هي اللي تحركها، ده الاصل. جرائم الشكوى دي جت قيد على هذا الحق، يعني قيدت حق النيابه العامه في انها تحرك الشكوى. قالت للنيابه العامه اذا وجد العشر جرائم دول انت ما ترفعيش القضيه. يعني ما ترفعيش، يعني ما تقدريش ترفعي القضيه وتحركيها. الاصل ليك انك تحركي القضيه، اي عقوبه اي حاجه النيابه العامه من حقها على طول، هي صاحبه الحق الاصيل في تحريك الدعوة الجنائية. تمام، بس باستثناء العشر جرائم دول اللي هو لازم المجني عليه هو اللي يقدم طلب للنيابة العامة عشان تحرك. لو ما قدمش خلاص يبقى مفيش شكوى، يبقى مفيش جريمة. حتى لو وقعت بس أنا مش عايز، يعني لازم النيابة تحرك. الأصل في القانون النيابة العامة تحرك جميع الجرائم، هي المنوط بيها اي جريمه، اي حاجه تقضى تحت كلمه جريمه النيابه العامه هي المنوط بيها، انها هي اللي ترفع القضيه وتحركها وتدعي وتعمل قيد والوصف، اجراءات كده، يعني هي المنوط بيها ده. طيب عندنا جرائم الشكوى دول 10 جرائم. تمام، لو العشر جرائم دول وقعوا النيابة العامة شايفاها بعينها، شايفة الجريمة، يعني النيابة العامة مش محتاجة حد يقول لها حركي الجريمة، أول ما تشوف جريمة تحركها من نفسها. طب لو شافت العشر جرائم دول وشافتهم وواضحين وتموا ووقعوا ما تقدرش تحرك الجريمة. ليه؟ إلا بإذن من المجني عليه فيهم. يعني أنا اسمي مجني عليا. تمام. تمام؟ حضرتك ما اشتكتش وقلت انا عايز شكوى، خلاص النيابه لا تملك تحرك. حتى لو هي شايفه ان الجريمه مكتمله الاركان، لو الشكوى دي جوه مكتب وكيل النيابه، اهم حاجه الجريمة. الضرر يقع عليك وانت اللي تقدم الشكوى، انت المجني عليه تقدم الشكوى، هو اللي يقدم الشكوى. وانس ان المجني عليه قدم الشكوى، النيابه العامه بقى ترجع لها كل الصلاحيات وتشتغل وتفتح بقى التحقيق وتفتح وتجيب المتهمين وتعمل كل حاجه. طيب الجرائم دي ايه؟ الجرائم دول 10 جرائم، تمام، القانون قال عليهم هم السب، واحد بيسب واحد، تمام، تمام، القصف، واحد بيقذف واحد. دايما المجتمع متعود على كلمه ايه؟ السب والقصف. انت عارفه السب ده جريمه والقصف ده جريمه؟ مش حاجه واحده، لا خالص. ده حتى اغلب الدعاوى اللي بتترفع من الساده المحامين يقول لك ايه؟ سب وقصف، هي يا سب يا قصف، او ممكن يبقوا الاثنين، ممكن يبقوا الاثنين. طب ايه القصف اصلا؟ يعني ايه السب؟ هنقول السب الاول بالبلدي، مش عايزين نعقد الناس. واحد بيسند لواحد وقع غير معينه، يعني يقول له يا ابن كذا، يا ابن شيء من التحقير او الاهانه، تمام، ده سب. واحد قال لواحد يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني، شتيمه عامه، يا اولاد الكذا يا اولاد الكذا، يا شيء شتمه بالبلدي كده. تمام، ده السب. القانون قال عقوبته ايه ده؟ 6 شهور بقى؟ لا لا، غرامه. اتعدل النص من 2000 ل 10000 جنيه غرامه. وانا نفسي القانون يرجع الامور دي شويه يبقى فيها حبس. على الاقل 6 شهور، يعني شهر شهر. ده انت الراجل اللي ما بيدفعش نفقه مراته بتحبسيه شهر بشهر. تمام، عشان المجتمع يتربى شويه، المجتمع بدأ يبقى فيه تطولات من بعض الناس طبعا. فالأمور إيه؟ هو أي قاعدة قانونية خلقت أو وجدت ليه؟ عشان تعمل رضع. فأنا النهاردة لو حاسس إن أنا بفلوسي أشتم هيحصل شيء من التجاوزات. طبعا إحنا مجتمع محترم ومجتمع شرقي ومجتمع مصري بيمتاز بالعادات والتقاليد، فبدأت تظهر السباب والشتائم بشكل بيستفز الأسر المحترمة. فده نتيجة ايه؟ انا ضامن ان اخري ايه؟ هدفع غرامة، هشتم واحد هدفع لي من 2 ل 10000 جنيه، ده بالسب. تمام؟ 2 القصف. ايه القصف ده؟ القصف ده اسناد امر اليك لو صح لعوقبت عليه قانونا او احتقرت بين اهلك ووطنك. يعني ايه الكلام الرزق ده؟ الكلام الكبير ده. اه،
يعني اجي اقول لحضرتك انت نصاب، هو لو صح الاتهام اللي انا مش هتتعاقب بجريمه النصب، حضرتك حرامي، حضرتك كذا، يبقى اذا لو صح هذا لكن يبقى انا وجهت لك اسندت لك تهمه معينه تهم مباشر. اه لو صحت لعوقبت عليه، او حقرت منك، انت عالم كبير حقرت منك فيك وسط اهلك ووسط ذويك، فاذا يبقى السب حاجه والقصف حاجه. فاذا لو قلت لي انت نصاب ما ينفعش ارفع قضيه واقول ايه ده سب وقصف، هو قصف. طب القصف هنا يعني عقوبته ايه؟ عقوبته غرامه برضه بس زودوها من 5 لـ15 اكتر شويه. زياده شويه يعني، القانون زودها شويه يعني، القانون كان قال لك لا قصف لا حاجه. طب لازم اجيب شهود عشان اثبت ان الشخص ده سب او قصف شخص تاني؟ اي وقع في الدنيا لازم ليها اثبات. انت ما ينفعش تروحي تقولي لي كده من الباب للطاق انا حضرتك احمد شتمني، طب اثبتي. احنا عندنا قاعده بتقول ايه؟ على من يدعي شيء عليه عبء اثباته. اي حد بيدعي حاجه اثبتها. احنا ما عندناش مانع، حضرتك ادعي زي ما انت عايز بس اثبت ما تدعيه. تمام؟ عندنا ادي تاني جريمه. اول واحده احنا قلنا السب، القصف، القصف، سب وقصف موظف عام، دي لوحدها جريمه. انت بتشتم موظف عام، دي جريمه، دي جريمه. سب وقصف موظف عام، دي جريمه. موظف حكومي يعني؟ موظف، موظف حكومه. عشان لو في شركه خاصه لا ليه عقوبه؟ لا ليه عقوبه السب والقصف العاديه، لكن ده موظف عام. موظف حكومي ليه عقوبه؟ اصل ده نص، انا ما اقدرش اخرج عن اطار النص. النص قال سب وقصف موظف عام. تمام. تمام؟ ثلاثة، السب والقصف عن طريق التليفون، دي جريمة. السب واحد رفع سماعة التليفون ويا ويا ابني يا ابني يا ابني يا ابني. ازاي تثبت هنا؟ بالتسجيل. هل انا لو سجلت له مش ده المفروض؟ ده مش من حقي. بمية طريقة تثبت. ازاي؟ حضرتك شغلت السبيكر وفتحه وناس قاعدين معاك في الأوضة. تمام. وسمعوا. ما دول شهود. طب ما انا ممكن اجيب شهود زور. فكرة بقى، فكرة انك تجيبي حد زور، دي موضوع ماليش فيه. يعني ما هو كل التقاضي في مصر انت تقدري تعملي ده وتعملي ده. تمام. والقاضي اللي قاعد ده راجل هو ميزان العدالة. او هو صاحب النظرة الأولى والأخيرة. هيستشف ان الشهود دول زور. هو القاضي ده مش بيجيب الشهود كده ويقولوا له والله ده احنا كنا قاعدين مع الاستاذ احمد فاروق ولقينا احمد فوزي اتصل وشتموا، انتوا مين وقاعدين ليه؟ في تحقيق الى حد كبير، او لو هو هيقتنع بالكلام ده بيشوفه يقتنع، يشوف مدى الشهود، الشهود دول جايين من الشارع، الشهود دول طبيعتهم ايه؟ يعني مثلا سوري، يعني مش هكون مثلا انا رجل ذو صفه ما وجايب لي واحد نجار كان قاعد مع بيقول لي في مكتوب في بطاقته مثلا نجار، وانا كنت قاعد مع الاستاذ احمد فاروق وسمعت احمد فوزي بيشتمه، طب انت كنت قاعد مع ليه؟ يعني ملابسات كل قضيه هي اللي بتفرز او بتؤكد عقيده القاضي ان الشخص ده مدان او بريء. تمام. طيب يبقى عندنا التليفون، التليفون دي بقى عندنا على فكره غير التليفون اللي لو بعت لي على الواتساب او بعت لي دي حاجه تانية بقى. السوشيال ميديا بقى. السوشيال ميديا والحاجات دي ليه قصه تانية. تمام. سب وقصف يتضمن خدش في سمعه العائلات. دي نفسها عقوبه. يعني واحد بيشتم عيله كامله بيتضمن سب، اهانه، اعراض، خدش عائلات، ده دي عقوبه كامله. فما اقدرش انا كوكيل نيابه قاعد شايف العقوبه دي قدامي احرقها. الا لو 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 احمد فوزي اللي هو مجني عليه اللي هو اتشتم طلب مني ده. تمام. طيب احمد فوزي ده بيطلب دي ايه؟ عشان برضو ما ننساهاش في النص، الجرائم دي جرائم، الشكوى دي جرائم ليها طبيعه خاصه، بمعنى ان ما ينفعش وكيل بتوكيل عام يروح يطلبها. يعني في حاجه اسمها توكيل عام اللي بتتعمل لكل المحامين، التوكيل العام. في جرائم السب والقصف لازم التوكيل يبقى خاص، يتقال فيه، يشترط فيه برفع الدعوة في جريمة السب والقصف ويذكر اسم المجني عليه، الجاني اللي شتمني. فلان الفلاني. لا تاني، انا مش فاهمه. الطبيعي حضرتك لما بتروحي تعملي توكيل لمحامي بتعملي توكيل لمحامي اسمه توكيل عام قضايا. تمام.
الجرائم الشكوى العشرة اللي احنا قلنا خمسة منهم دلوقتي تمام، ولسه هنقول الخمسة التانيين، لازم بوكالة خاصة. القانون قال كده، يا الشخص يقدم شكوى بنفسه أو بوكيل بوكالة خاصة تمام، أو شكوى شفهية. يعني الشكوى يبقى مكتوب فيها شكوى يا شفهية الدعوة، يا كتابية من الشخص نفسه، من المجني عليه. أنا اللي اتشتمت تمام. لو أنا عايز أعمل توكيل، أعمل توكيل مش توكيل عام، يبقى توكيل خاص بقضايا السب والقصف ضد الأستاذ أحمد فاروق. ما ينفعش التوكيل العام تمام. دي الخامسة. سادس جريمة، الامتناع عن سداد النفقات المقررة. دي حاجة في الأحوال الشخصية، ناخدها بالتفصيل في الأحوال الشخصية كمان. يعني اللي عليه نفقات تمام وما سددهاش، دي جريمة تمام. والجريمة دي فيها حبس على فكرة، مدة لا تزيد عن سنة. فاكرة احنا في النفقات لما بنقول ايه، انه لو ما سددش النفقات بنرفع عليه دعوة حبس لمدة شهر، ويطلع ولو ما دفعش يخش تاني شهر تمام. لا دي توصل لسنة تمام. فدي جريمة زي كده بتبقى قضية تبديد العفش، ومثلا الزوجة ثبتت ان هو جوزها ما ادلاش العفش. نفقات اللي هي واخدة ايه، نفقة صغار، نفقة مصاريف دراسية، نفقة زوجية، نفقة علاجية، أجر مسكن. حتى لو هي على ذمته؟ حتى لو هي على ذمته. حتى لو هي على ذمته. تمام؟ تمام. بشرط برضه، ليها شرط إن إحنا نبعت له ونقول له ادفع النفقات، وإنه يكون امتنع عن السداد النفقات. إجراءات الأحوال الشخصية. تمام. بس دي من الشكاوي، ده اللي هي لازم بشكوى برضه من الأم. تمام؟ الامتناع عن تسليم الصغير. يعني الصغير النهارده في حضانه امه، والجد والاب ماسكين الجدود ماسكين الصغير ومش راضيين يسلموه لابنه، دي جريمه. ما دي جريمه، القانون بيحمي. حتى القانون قال جد مين هنا معلش؟ يعني انا يا ابويا. اللي هو الزوج. 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 لان هو الام، الحضانه للام، بعد كده ام الام، وبعد كده المفروض لايه، للخاله ولا لا؟ الترتيب عندنا ترتيب الحاضنات ترتيب معروف تمام. للنساء في الاول وبعد كده للرجال. وفكره في حته طب ندخل فيها حاضر تمام. الام ام الام تمام، ام الاب تمام تمام. الاخوات مش الخالات والخالات، ده اخوات الصغير لو كبار. يعني لو الصغير ده ليه اخت كبيره هي اللي اولى بيه. بعد ناس كتير ام جد. الاب ناس كتير تقول لك الاخوات لا يا فندم. الخاله بقى تيجي بعد كده. قصدهم هنا اللي هم اخوات الصغير. الاخوات الصغير الاول لو كبار. يعني انت بتلاقي بقى طفل واحد صغير وليه اخت كبير. انسه كبيره يعني. ثم الخالات، ثم العمات. والاخوات ليها ترتيب، الاشقاء الاول. ولو مش اشقاء بعد يعني في ان تشوف الحضانه لمدة الحضانة الوجوبية عندنا لغاية 15 سنة تمام تمام للنساء. الرجال يجوا في الآخر، وهي ده اللي يمكن الناس نفسها في قانون الأحوال الشخصية تقول لك يعني ينفع يا جماعة يروح لغاية خالته وما يجيش لأبوه؟ يعني نفسنا القانون بقى يبص للحاجات دي بشكل فعلا شوية عادل في الحتة دي. بس احتياج الشرع للصغير لحضنته لأمه ده احتياج أساسي، بس اختلف فيه السن. احنا وصل لغاية 15 سنة عندنا، يعني احنا ممكن ندرج هذا الأمر نقوله لغاية 7 8 9 سنين يبقى مع الأم للنساء، لأن الأطفال في السن ده في احتياج للنساء أكتر من الرجال تمام. ولكن النهاردة ولد عنده 9 سنين و10 سنين ده بيفهم أحسن منه. ده ربنا يبارك في الولاد النهارده، عفريت يعني، ما شاء الله يعني مطلعين ومدركين شطار وفاهمين. فاصبح النهارده لا يعني نقلل هذا السن. يعني دايما القانون الاحوال الشخصيه طبعا لو اتغير هيحصل دربكه في المجتمع، لان انت عندك يا ستات يا رجال يا يطلع على مزاج ده يطلع على مزاج ده، ودي الكارثه اللي هتبقى في القانون ده لو طلع. طب يا جماعه ما نوصل الامر لشيء يبقى فعلا للحاضنات من النساء لغايه سن معين،
لانه ده شرعا الولد محتاج يبقى مع ابوه في سن اخر معين لما يكبر، لان ولايه الاب وادراك الاب وتدخل الاب في سن معين محتاجه الولد. ما بنقولش لا للام، هي محتاجه طول الحياه، ده الام دي على دماغنا من فوق. فلكن الاب برضه في احتياج ليه.